عبد المجيد تبون الشخصية الأكثر إثارة للجدل. ضيف حلقة استثنائية من برنامج قضية ونقاش. التيار لا يمر بين وزير ووزير آخر، بين وزير ورئيس الحكومة أو الوزير الأول. ما أعتقدش، لأن السلطة السلطة هي السلطة. الوزير الأول ولا وزير الأول وعين ورئيس الجمهورية وزير الأول، ولا واحد قادر ولا من صالحه أنه ينازعه في السلطة بتاعه. إما حديث مقاهي، هذا هو. الوزراء الأفلان في انتظار ضوء أخضر من نزيل قصر المرادية للترشح للتشريعيات. لا ولا رجعة فيه، لن أترشح لا في أبرة لا في النعامة لا في وهر لا في العاصمة لا في أي مكان أخر. هل عبد المجيد تبون في حرب ضد القطط السمان التي تحتكر التجارة الخارجية؟ السنة هذه 2016 تولينا 400 مليون دولار تاع هذا. يستحيل باش نقبل أن نستورد شيء اللي نمشوه. الوزراء الأفلان في انتظار ضوء أخضر من نزيل قصر المرادية للترشح للتشريعيات. الرئيس أعطى الحرية المطلقة لكل وزارة، اللي يبغى يترشح يتفضل، اللي يبغى يترشح راه في خدمته. شوف أنه الأفلان سيكون هو في الصدارة بنسخة جمال ولد عباس في التشريعيات القادمة. هو جبهة التحرير ليست هيكل، مجرد هيكل أو حزب، هي روح. تابعونه في الأوقات التالية.